جديدة من برنامج بتوقيت مصر وتتابعون فيها. حماس تقرر قبول الدعوة المصرية لزيارة القاهرة وتطالب برفع الحصار عن غزة. اجتماع لنقابة الصحفيين لمناقشة قانون تنظيم الإعلام المثير للجدل. وإحباط محاولة سرقة مقتنيات مدينة أثرية كاملة تعود للعصر اليوناني الروماني. وفي النصف الثاني من الحلقة نناقش معاودة التضخم للارتفاع في مصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر. تابعونا. أهلا بكم. قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الثلاثاء أنها قررت قبول دعوة مصر لزيارة القاهرة، وذلك لعقد مباحثات حول عدة قضايا. وذكرت الحركة في بيان أصدرته عقب اجتماع للمكتب السياسي العام، قالت إنها قررت قبول الدعوة المصرية لزيارة القاهرة بهدف التباحث بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي والعلاقات الثنائية. وكانت وكالة ولاناضول قد كشفت الثلاثاء الماضي أن حماس تلقت دعوة رسمية من مصر لزيارة القاهرة، وذلك لبحث عدة ملفات ومنها المصالحة الفلسطينية والأوضاع الأمنية في قطاع غزة. وأيضا ذكر بيان حماس أن اجتماع المكتب السياسي عقد برئاسة إسماعيل هنية وبحضور جميع أعضاء المكتب في الداخل والخارج، دون ذكر تفاصيل حول آلية الاجتماع ومكان عقده. وللمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من غزة إبراهيم المدهون الكاتب السياسي. مرحبا بك أستاذ المدهون. بداية، يعني طبيعة هذه المحادثات التي ستجريها حركة حماس في القاهرة، الدعوة وقبول الدعوة تم في وقت قياسي، بماذا يوحي ذلك برأيك؟ باعتقادي أن العلاقة مع مصر والمحادثات المصرية الحمساوية لم تنقطع، ولهذا كانت هناك أرضية واسعة أن يكون قبولا سريعا واستقبال بشكل إيجابي من قبل حماس، مع وضع الأوضاع التي تزيد يعني سوءا في قطاع غزة، وحاجة حماس أيضا لتحريك الملفات. ولا شك أن زيادة الحصار إن كان من السلطة الفلسطينية أو من الاحتلال الإسرائيلي يضع حركة حماس في زاوية، هذه الزاوية تحتاج إلى حراك قبل الانفجار، وهذا الانفجار قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي. ولا شك أن مصر ودورها يعتبر أحد الأطراف المهمة التي يمكن أن تقرب وجهات النظر، إن كان ما بين حماس وفتح أو ما بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. طيب، يعني في ظل كل هذا، هناك تحدثت عن الحصار، أنت لحصار لقطاع غزة، تحدثت عن حصار السلطة وحصار دولة الاحتلال أيضا إسرائيل. هناك أيضا مصر هي تغلق المعبر، ومصر هي أيضا طرف فيما يحدث ربما اليوم في قطاع غزة. ولا شك أن في المراحل السابقة كان لمصر دورا سلبيا، خصوصا مع استمرار إغلاق معبر رفح، لكن الآن ومنذ أشهر وتقريبا تزامنا مع انطلاق مسيرات العودة، قامت فتح بخطوات إيجابية، منها تشغيل معبر رفح ولو بشكل جزئي ولكن بشكل مستمر. هذا خفف حتى اللحظة، التشغيل لا يستوعب حركة المرور الحقيقية والحاجة الحقيقية لقطاع غزة، ولهذا هناك محاولات للخروج عبر البحر، فكانت اليوم تجربة ثانية من قبل بعض المحتاجين والمضطرين للسفر للخروج عبر السفن كسر الحصار، ولكن تم أيضا اعتقالهم والاستيلاء على قواربهم. إذن هناك حالة من حالات التداخل. مصر وإن كانت تلعب دورا بخاطرها أو من خلال اضطرارها في حصار قطاع غزة، لكنها لا شك أنها في المقابل تلعب دورا موازيا
في التحدث مع حماس ومحاولة تقريب وجهات النظر بينها وبين خصومها في أو بينها وبين أعدائها ومحاولة الوصول إلى اتفاقيات. ومصر تدرك أن قطاع غزة يعيش على صفيح ساخن ومتفجر، وأنه أيضا هو أحد ركائز الأمن القومي المصري، وأي حدث كبير في قطاع غزة سيؤثر على مصر، ولهذا مصر تولي قطاع غزة أولوية كبيرة، خصوصا أن هناك حراكا سياسيا متشعبا غير مصري، مثل هناك تحرك للسفير القطري، هناك تحرك أيضا للأمم المتحدة من دانوف، هذا كله يثير الريبة من قبل القاهرة ويدفعها للتحرك بشكل أسرع. وهناك أيضا تحرك آخر أمريكي، جولة جارد كوشنر إلى المنطقة وما يوصف بصفقة القرن التي يتم ربما الطبخ لها والتحذير لها الآن. صحيفة إسرائيل اليوم المقربة من بنيامين نتنياهو قالت في تحليل لها إن صفقة القرن لن تبدأ من أي مكان آخر غير قطاع غزة، ستبدأ من قطاع غزة. وموقف مصر الحالي، موقف النظام المصري اليوم، هو متماهي بشكل كبير مع رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحل في يعني لحل القضية الفلسطينية. وهناك أيضا موقف رافض تماما من طرف الرئيس محمود عباس للطرح الأمريكي ولما يوصف بصفقة القرن. هل ستقوم حماس بما رفضه محمود عباس بدعم مصري وربما وبضغط مصري أيضا؟ أنا باعتقادي أن التسريبات الإعلامية ليست دقيقة وتخلط الحابل بالنابل في موضوع صفقة القرن. واقع قطاع غزة غير مؤهل لأي صفقة من الصفقات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واقع قطاع غزة الآن يعتبر حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية، وهذا ما لا يقبل به الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا أنا باعتقادي أن ما يراد من صفقة القرن هي أن تمر على جثمان قطاع غزة أو على تغيير حقيقي في قطاع غزة، خصوصا أن لا يمكن إتمام صفقة الولايات المتحدة الأمريكية ضد القضية الفلسطينية وهناك مسيرات العودة وهناك تحرك شعبي. ولكن في نفس الوقت أستاذ إبراهيم مدهول، في نفس الوقت هناك وضع اقتصادي صعب جدا، هناك وضع اقتصادي صعب جدا في القطاع، هناك معاناة إنسانية حقيقية، هناك تدهور لكل القطاعات تقريبا. أليست حماس ربما هنا قد تقبل بتخفيف الحصار، قد تقبل بحل كل هذه المشكلات الاجتماعية إذا ما قبلت ربما بشكل أو بآخر بصفقة القرن، أو ربما يعني عن طريق مصر للحل في يعني القضية الفلسطينية عموما وفق الرؤية الأمريكية؟ طبعا هو باعتقادي أن حركة حماس هو باعتقادي أن حركة حماس مستعدة للذهاب إلى أي خطوات تخفف من الواقع الاقتصادي السيء في قطاع غزة، ولكن دون تقديم أي من الخطوات باتجاه التنازلات السياسية. ولهذا يستمر التضييق ويزيد يوما بعد يوم في حالة ابتزاز للحركة أن تقبل بما ترفضه. ولهذا أنا باعتقادي أن العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية هي جزء ربما تكون من صفقة القرن ومن الضغط على حركة حماس للإذعان للطلبات الأمريكية، بالإضافة ولكن السلطة ترفض إلى هذه الصفقة. العقوبات الإسرائيلية والتي كان آخرها عباس رافضون بشكل قاطع للرؤية الأمريكية وللطرح الأمريكي. لا شك أن السلطة الفلسطينية بالإعلام ترفض هذه الصفقة، ولكن حتى اللحظة سلوك السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة وتضييقها المستمر، بالإضافة للتضييق الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، يشكك بما تقوله السلطة الفلسطينية. وإن كان هناك بالفعل أن حتى صفقة القرن ستضر بواقع السلطة الفلسطينية، لأنها ستقتطع الكثير من الأراضي في الضفة الغربية وتهبها للاحتلال الإسرائيلي، ولكن طالما أن هناك سلاح في قطاع غزة باعتقاد وفصائل مقاومة متمسكة بسلاحها، ستكون هذه العقبة الكأداء في وجه صفقة القرن. ولهذا هذه التضييقات وهذه العقوبات الآن هي تضغط باتجاه تسليم الفصائل الفلسطينية لسلاحها، وأنا أعتقد هذا ما ترفضه حركة حماس والفصائل الفلسطينية الجهاد وغيرها، وأيضا ما
يعتبر أحد العقبات الرئيسية في الوصول إلى أي صفقة سياسية. ولهذا أنا لا أتوقع أن تذهب حركة حماس لأي صفقة سياسية، ولكن ممكن أن يكون لديها هامش بأن تذهب إلى صفقات تخفف من الواقع الاقتصادي السيء، نعم، والذي يزداد مع العقوبات التي اتخذها نتنياهو بالأمس، وهو وقف الاستيراد والتصدير لقطاع غزة. وأنا أعتقد أن هذا سيكون له تداعيات خطيرة. هنا يأتي الموقف المصري، يجب أن تتدخل السلطات المصرية بشكل كبير وتضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لأن مثل هذه العقوبات ومثل هذه السياسات أعتقد أنها قد تؤدي إلى الانفجار في قطاع غزة. ولهذا يجب أن تستبق القاهرة الأحداث وتقوم بالتخفيف من قطاع غزة، إما بتشغيل أكثر لمعبر رفح أو بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعودة عن إجراءاته، والضغط أيضا على الرئيس محمود عباس لوقف، نعم، الإجراءات العقابية التي، نعم، سببت. يبقى سؤال أستاذ إبراهيم مدهون، هو هل تقدر مصر وهل يقدر النظام المصري اليوم على ممارسة هذه الضغوطات كما تقول على إسرائيل لرفع الحصار على قطاع غزة؟ أشكرك جزيل الشكر إبراهيم المدهون الكاتب السياسي، كنت معنا من غزة. انتهى منذ قليل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي تقدم به مجلس الشعب، والذي قوبل باعتراضات شديدة من قبل النقابة. وناقش الاجتماع التطورات الخاصة بالملاحظات المقدمة من النقابة بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأيضا المذكرة المقدمة من أعضاء المجلس، واعتماد توصيات هيئة المكتب بتاريخ 5/7/2018، وإضافة إلى عدم تطبيق قرار المجلس بشأن إيقاف الزيادة لجميع الموظفين الذين تم زيادة راتبهم، وأيضا اشتراكات النقابة في التنظيمات النقابية والإقليمية وآلية تسديدها. كل هذه هي المواضيع والملفات التي ناقشها اجتماع مجلس النقابة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين. مرحبا بك سيد عبد الحفيظ. بداية، لو تطلعنا على أهم مخرجات اجتماع النقابة اليوم، هل من مقررات، هل تم التوصل إلى أي قرارات بشأن الأزمة المتعلقة بقانون الصحافة والإعلام؟ أولا، اجتماع المجلس النهاردة ناقش بند واحد، هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب. نعم. كان هناك عدد من الآراء داخل المجلس، ولكن تم التوافق في النهاية على دعوة رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ودعوة أعضاء لجنة الصحافة والإعلام بالبرلمان لفتح حوار مفتوح مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لطرح ملاحظاتنا كمجلس نقابة على مشروع القانون عليهم، والتنبيه بخطورة بعض المواد على العمل الصحفي والعلم العمل الإعلامي وعلى حرية الرأي والتعبير في مصر. طيب سيد عبد الحفيظ، لو نعود هنا بالتفصيل، لو سمحت بالتفصيل، أهم اعتراضات النقابة ومجلس النقابة، ما هي أهم الاعتراضات؟ ما هي هذه الفصول التي احنا رصدنا 12 مادة، منهم حوالي 5 مواد متعلقين بالحريات والضمانات في العمل الصحفي، منها المواد على سبيل المثال لا الحصر، المواد 4 و5 و19 التي منحت المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام سلطات مطلقة لم تكن ممنوحة من قبل للرقيب عندما كان هناك رقيب على الصحف في مصر. نعم. منها المنع والحجب والحظر ومنع التداول وسحب الترخيص أو تجنيده. أيضا كان هناك احتجاج على المادة الخاصة بإعادة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر عن طريق العلنية. قانون 96 كان يحظر الحبس الاحتياطي، للأسف الشديد بدل ما
نتقدم في فكرة إعطاء ضمانات للصحفي وهو يمارس مهنته. حصلت هناك ردة لم تكن موجودة حتى في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتم إقرار الحبس الاحتياطي مرة أخرى. هناك ملاحظات أيضا خاصة بالعمل داخل المؤسسة، داخل المؤسسات الصحفية القومية. المؤسسات الصحفية القومية هي مؤسسات مستقلة بحكم الدستور. مشروع القانون الحالي أعطى آخر حق لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة الذي يعينه رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية أن يكون رئيسا للجمعيات العمومية لهذه المؤسسات. أعطى له حق إلغاء ودمج مؤسسات وإصدارات، وما هو يفتح الباب لخصخصة هذه المؤسسات وتشريد مئات الصحفيين ومئات العاملين. له لنا ملاحظات على تشكيل الجمعيات العمومية وتشكيل مجالس الإدارات. يعني في تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات المؤسسات القومية الصحفية، الصحفيين ممثلين باثنين، بعضوين فقط، في سواء في الجمعية العمومية عضوين منتخبين أو في مجالس الإدارات، وهو يعني نص عبثي. هي مؤسسة صحفية في الأساس، يعني الأصل فيها هو العمل الصحفي. الصحفيين الممثلين فيها باثنين أعضاء منتخبين فقط، وهو نص يعني يحتاج إلى إعادة نظر. اليوم وجهنا رسالة بتمسكنا بهذه الملاحظات كلها، وأشرنا إن إحنا في اجتماعنا المقبل نبت في طلبات تم تقديمها إلى مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية للصحفيين لدراسة المواد القانون. طيب. وماذا تأثيره على العمل الصحفي وحريته. طيب، قسم التشريع في مجلس الدولة قال الليلة الماضية إن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام فيه العديد من الخروقات ربما غير الدستورية، وخصوصا في 6 مواد من هذا القانون، وأشار إلى عدم دستورية بعض هذه المواد. هل يمكن للنقابة وللصحفيين أن يستغلوا هذه النقطة ربما لإقناع أو لمحاولة هذا ما سنستند إليه؟ أتمنى أن يكون هناك بعض الرشد وتكون هناك إعادة نظر، لا سيما بعد صدور تقرير مجلس الدولة فيما يخص القانون. مجلس الدولة له ملاحظات على عدد من المواد أشار إلى عدم دستوريتها، وبالتالي فتح الباب إن إحنا ممكن يعني، وأتمنى أن تكون تلك رسالة ستوجه ووجهت من خلال المجلس ونعيد توجيهها مرة أخرى، إلى فتح حوار جاد حوالين القانون ومواده الكارثية، وأن يتم تجميده في دور الانعقاد الذي سينتهي الأسبوع المقبل، ويعرض على دور الانعقاد الجديد الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل. وفي خلال هذه الشهور يفتح حواليه حوار جاد ما بين النقابة وما بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وما بين مجلس النواب، ونتوصل إلى صياغات يعني تخدم الجميع وتخدم الجماعة الصحفية. طيب، تحدثت عن الحوار. نعم، تحدثت عن الحوار، وأنتم تقدمتم بطلب ربما للقاء الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وأيضا المستشار عمر مروان. هل توصلتم بأي إجابة؟ هل هناك ربما روح إيجابية من طرف مجلس النواب؟ يعني لم نتلقى رد، لأن الدعوة تم توجيهها بعد الساعة 7 مساء، وكما تعلم يعني إذا كان هناك رد سيكون غدا في وقت يكون البرلمان في يعني بلجانه في حالة عمل، وبالتالي ننتظر غدا. أن لكن هل تتوقعون أن يكون هناك تعاون من طرف البرلمان ومن طرف رئيس البرلمان؟ أتمنى أن يتلقى رئيس البرلمان دعواتنا بصدر رحب، ويجلس مع مجلس النقابة ويستمع إلى ملاحظاتها. احنا مش عايزين نخطف المؤسسات الصحفية ولا نخطف الصحافة ولا نفرض رأينا على المشرع البرلماني. احنا كل ما هنالك ان احنا تم انتخاب هذا المجلس والمجالس السابقة للحفاظ على المهنة والحفاظ على حقوق الزملاء المهنية. نعم. وبالتالي بننطلق من خلال واجبنا تجاه المهنة وتجاه الزملاء وتجاه الوطن والمصلحة العامة. أشكرك جزيلا على رئيس البرلمان أن ينتبه.
لهذا الإنذار. أستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. أعلنت مصر اليوم الثلاثاء إحباط محاولة سرقة مقتنيات مدينة أثرية كاملة تعود للعصر اليوناني الروماني وسط البلاد. ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية اليوم، أوقفت السلطات 7 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار بمحافظة المنيا وسط مصر. وقالت الداخلية المصرية إن التشكيل اكتشف مدينة أثرية كاملة تعود للعصر اليوناني الروماني، أي بالفترة ما بين 323 و31 قبل الميلاد، وبها العديد من المقابر الأثرية المنحوتة في الصخر وأعمدة وأيضا كنيسة رومانية. السلطات أوقفت التشكيل العصابي أثناء قيامهم بأعمال الحفر في المدينة الأثرية وبحوزتهم 483 عملة أثرية من النحاس والبرونز تعود للقرنين الثاني والثالث الميلادي، وأيضا إناء من الفخار يعود للعصر اليوناني حسب البيان ذاته. وخلال السنوات الماضية زادت معدلات سرقة الآثار في مصر بنسبة تفوق أو تناهز 90% عما كان عليه الحال قبل ثورة يناير كانون الثاني 2011، وذلك بحسب تصريحات صحفية سابقة لرئيس قطاع الآثار المصرية الأسبق يوسف خليفة. وفي أغسطس آب من 2017 أي العام الماضي، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32,638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية. مرحبا بك سيد الشماع. بداية، لو تطلعنا على أهمية هذه المدينة التاريخية، يعني هذه المدينة الأثرية وأهميتها التاريخية في مصر. أولا أهلا بتوقيت مصر العظيمة، مصر الحضارة. نتكلم عن المنيا، محافظة شهيرة جدا بالمواقع الأثرية فوق الأرض وتحت الأرض، كثير من السراديب، كثير من الآثار التي يمتزج فيها الفن المصري القديم والمعمار المصري القديم مع المعمار اليوناني والروماني. أعداد مهولة من المقابر ومن السراديب ومن التماثيل ومن المومياوات والتوابيت، ومميزات كبيرة جدا في المنيا، وهي كسائر محافظات مصر بلد فوق بلد فوق بلد فوق بلد. لدينا في المنيا منطقة أبو قرقاس، وهنا كانت منطقة شيبة التي طبعا شهدت بهذا الموضوع، الذي أنا أعتقد أنه هو من بداية المعلومات المجمعة عنه. أنا أعتقد أن نحن أمام كشف سوف يعني يتبوأ مكانه في قائمة الكشوفات الهامة في القرن 21، لأن نحن نتكلم عن آثار يونانية ورومانية وعملات. هذه العملات سوف تعطي لنا فرصة نعلم عن الأباطرة الرومان الذين كانوا يحكمون في ذلك الوقت، مثلا البطالمة الإغريق من قبلهم وهكذا، بل نتكلم عن كنيسة ونتكلم عن آثار تحت الأرض. أما بالنسبة للتشكيل العصابي فهذه ضربة موجعة بيوجهها البوليس المصري. طيب، قبل أن ندخل في الجانب الأمني أستاذ الشماعة، اسمح لي هنا أن أسألك، كيف لتشكيل عصابي مكون من أشخاص عاديين يمتهنون مهن أخرى أن يقوموا باكتشاف مدينة أثرية كاملة، ويغفل عن ذلك أهل الاختصاص ويغفل عن ذلك الجانب الأمني؟ كيف تمكنوا من جمع كل هذه المواد وهذه القطع الأثرية، وكانوا سينجحون ربما في تهريبها؟ كيف تم ذلك؟ نحن نتكلم عن عمق حوالي 5 أمتار، فهذا العمق ليس عمق كبير. هذه الرمال وهذه الصخور من السهل أن أنت تقتحمها، ويوجد هذا النوع من الحفر الخلسة، يعني يوجد في مصر وفي أماكن كثيرة في العالم حاجة اسمها الحفر الخلسة، اللي هو الحفر المجرم. وهؤلاء هم ضعاف النفوس، بيأخذوا وقتهم سواء كان مثلا في بيوتهم أو في خارج بيوتهم، وبيبدأوا هذه العملية في حتة تكون بعيدة عن الأنظار. وبالتالي لكن انت لو بصيت على العصابة
هتلاقي فيها ناس يعني على مستوى المفروض ان هم يعني يعملوا على مستوى كويس، الناس دي مش ولكن هم ناس باطلة ليسوا او من عابرة. اختصاص الآثار، هم ليسوا مختصين في الآثار. والحقيقة ان انت في بلد زي مصر بتبقى الآثار تحت قدميك، يعني انت مش محتاج ان انت تبقى اكسبرت او مش محتاج ان انت تبقى متمرس ومتخصص في علم الآثار طيب علشان هذا لو ربما رجلك يضاعف نزلت مسؤولية، مترين او ثلاثة تبقى نعم هذا ربما يضاعف مسؤولية السلطات الخاصة بالآثار، هي ربما هنا فشلت في الحفاظ على موقع أثري مهم أو على الأقل في اكتشافه. لا، هو في الحقيقة لم تفشل لأن تم القبض على العصابة. الفشل يأتي لو لم يتم القبض على العصابة ولم يتم التعرف على الآثار وتم تهريبها. نستطيع وقتها أن نقول هذا فشل، ولكن هذا نجاح، ونجاح منقطع النظير وضربة قوية. هو شوف حضرتك، أنت بتتكلم على بلد عد عليها أكثر من 500,000 عام من عيشة البشر مثلا في طيبة، فبالتالي بتجد الفخار وبتجد الآثار في كل مكان، سواء كان مصر القديم وكذا وما قبل كذا. نعم. فإذا نحن نتكلم عن واحد الحفر الخلسة، تجريم الحفر الخلسة وتجريم تهريب الآثار، لا هم عملوا اللي عليهم في الحكومة المصرية لما غلظوا العقوبة، بالمناسبة يعني هم غلظوا العقوبة كمان. طيب تقول أن فأصبح الحكومة العقوبة المصرية تتوصل إلى عملت اللي عليها، ولكن سيد الشماع منذ الثورة، ثورة يناير وحتى الآن، الأرقام الرسمية تقول بأن حوالي يعني نسبة تهريب الآثار ازداد أو ارتفع بنسبة 90%، هذا رقم مهول، يعني هناك عشرات الآلاف من القطع الأثرية المصرية ربما تهرب سنويا إلى الخارج. ما السبب في هذا النزيف؟ هناك خلل ما في مكان ما. هذا رقم لا أوافق عليه، هذا رقم مبالغ فيه. أنا ممكن أرصد لك، لأن أنا هذه فاتح أرقام الملف قالها الأمريكي. أهل الاختصاص في مصر سيد شماع. لو حضرتك كنت ذكرت اسم الذي قال هذا الرقم في قبل أن أتكلم، فأنا غير موافق على هذا الرقم، والدليل على كده إن أنت لما تبص على طيب الآثار بغض النظر عن ذات العالم بغض النظر عن الرقم، هناك ارتفاع في تهريب القطع الأثرية. نعم، لا، ما هو يوجد تهريب، لا يوجد تهريب طبعا، والا ما يتمش القبض على المركب اللي اتقبض عليها في ايطاليا وكذا. لا، في تهريب، لا طبعا، مصر نعم. من البلاد طيب الحضريه، هذه النسبه التي تحدثت عنها سيد السورية. بسام الشماع هو نقيب الاثار الاسبق يوسف خليفه، هو يعني هو الذي قام بتقديم هذه المعطيات، ولكن هو مسؤول عن رقمه يا سيد. نعم، هو مسؤول عن رقمه. نعم، ولكن بغض النظر عن هذا، ممكن بغض لك النظر عن كثير من هذا، السرقه قبل ثوره، يعني لا نتهم ثوره 25 يناير بانها جاءت بكذا وكذا، لا، قبليها كان في سرقه وبعديها كان في سرقه. نعم، طيب كيف يمكن التصدي لهذه الظاهره؟ ما الذي يجب ان تقوم به الحكومه المصريه للتصدي لظاهره التنقيب غير القانوني وغير الشرعي، وايضا ظاهره تهريب الاثار المصريه للخارج؟ شوف، انا رايي نمره واحد، كشف هذه العصابات، يعني العصابه دي مثلا اللي اتمسكت في ابو قرقاص دي تكشف شخصيه ويصبحوا دليل، ووشوشهم تبقى معروفه ويتم فضحهم في كل الاعلام وفي كل مكان، دي نمره واحد. نمره اثنين، على المدى البعيد طبعا، احنا قلنا الاول ان هم خلاص غلظوا العقوبه، ومن الواضح ان ده مش مخلي ضعاف النفوس يتوقفوا عن الحفر الخلسه. انت حطيت في تهريب الآثار 15 و20 واكثر من 20 سنه سجن، وما زال ضعاف النفوس برضه بيحفروا وعايزين يهربوا وعايزين يبيعوا الآثار. فيعني ما هو اكيد في كل مجتمع هتلاقي الحلو والوحش، لكن اخيرا انا هقول لحضرتك ان على المدى البعيد انا بعتقد ان لزاما علينا في مصر ان يكون هناك ماده اسمها ماده الآثار تدرس من 7 سنوات، ودي تطلع اجيال واجيال واجيال وتعلم، غير الاعلام طبعا وغير الجرائد وغير المحاضرات اللي احنا بنلقيها. شكرا جزيلا لك بسام الشماع، المؤرخ وعضو الجمعية التاريخية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الآن نذهب مشاهدينا إلى فاصل قصير، ثم نعود لمتابعة بقية فقرات برنامج بتوقيت مصر، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد.
ارتفع معدل التضخم في مصر إلى نسبة 14.4% خلال شهر يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بحسب البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء المصري الثلاثاء. ويعد هذا الارتفاع في معدل التضخم الأول من نوعه منذ 10 أشهر، وأيضا يأتي في أعقاب القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مطلع يونيو حزيران بزيادة أسعار الوقود بمعدل تراوح بين 35% و50% مطلع شهر يونيو حزيران الماضي. أيضا زيادة في الكهرباء بمتوسط 26% والمياه بنسبة بلغت 46.5%. كما رفعت الحكومة أسعار عدد من الخدمات مثل استخراج جوازات السفر والهاتف المحمول وغيرها. تأتي زيادة الأسعار التي أقرتها الحكومة سعيا لخفض عجز الموازنة تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والذي يموله بقيمة 12 مليار دولار. دعونا نتابع أهم الأرقام الخاصة بالتضخم وزيادة الأسعار ثم نعود لنبدأ النقاش. وللمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن شريف عثمان الخبير المصري في والاقتصادي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف رضا عيسى من مصر الباحث الاقتصادي. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ شريف عثمان. إذن ارتفاع كبير في نسبة التضخم سبقه رفع في الأسعار في مصر وربما تقليص تدريجي للدعم للعديد من السلع الأساسية. ما علاقة رفع الدعم بالارتفاع ارتفاع في التضخم بهذه النسبة الكبيرة؟ أهلا بك. يعني بالتأكيد هو ارتفاع معدل التضخم نتيجة طبيعية لرفع جزء من الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه وغيرها من يعني المواصلات وخطوط التليفونات وكل هذا، نتيجة طبيعية أن هذه الأشياء تدخل في تكلفة كل الإنتاج، فالنقل تزداد تكلفته والكهرباء تزداد تكلفتها التي تشغل المصانع، فطبيعي أن يتم نقل هذه التكلفة إلى المستهلك وبالتالي ترتفع الأسعار، فهو إذن نتيجة طبيعية. المشكلة أن الأمر لم ينتهي عند ذلك، فنحن نتوقع رفع جزء آخر ويمكن أخير قبل نهاية يونيو حزيران من العام القادم 2019، وبالتالي نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الأسعار مرة أخرى في أغلب السلع في السوق المصرية، وبالتالي ارتفاع أيضا في نسبة التضخم أعتقد. بالتأكيد بالتأكيد. طيب أي تداعيات لهذا الارتفاع في التضخم على المقدرة الشرائية للمواطن المصري؟ كيف ينعكس ذلك على المواطن المصري؟ التداعيات حدثت بالفعل من قبل ومستمرة، وهي في ازدياد انخفاض مستويات المعيشة لدى أغلب المواطنين، نزول فئة كبيرة تحت خط الفقر، اختفاء تام للطبقة الوسطى ونزولها باتجاه الطبقات الفقيرة. يعني كمان للأسف بتكون هناك تبعات غير اقتصادية، بتكون هناك تبعات اجتماعية نتيجة لضعف قدرات المواطن المصري لأن لم يتم تعويضه مع ارتفاع الأسعار، وبالتالي يكون ينتشر الفساد وتنتشر الجرائم ويتأخر سن الجواز وتتفشى الأخلاق السيئة، يعني نتائج سيئة جدا للأسف. وإحنا شفنا يعني النهاردة بيتزامن مع إعلان التضخم المرتفع جرائم لم يألفها المواطن المصري من قبل، من سرقة أعضاء ولا أطفال، يعني فللأسف هذا الاتجاه قد يزيد في الفترة القادمة. أذهب للأستاذ رضا عيسى الباحث الاقتصادي من الإسكندرية. تحدث ضيفنا على تبعات أو تداعيات ربما
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها لرفع الأسعار والارتفاع نسب التضخم، ولكن هل الحكومة فقط هي من تتحمل هذه المسؤولية؟ هل توجد أطراف أخرى ربما يمكنها أيضا أن تتحمل جزء من المسؤولية؟ أهلا بحضرتك وتحية للضيوف الكريم والمشاهدين الكرام. خلينا نقول مفارقة طريفة أن وسائل الإعلام المصرية بعضها أو كثير منها يتحدث عن انخفاض نسبة التضخم، وده غير حقيقي. عشان نوضح الصورة للناس ونعرف مين هيتحمل إيه، وتأكيدا لكلام ضيوفك العزيز من أمريكا، خلينا نقول إن في مؤشرات فرعية أعلنها الجهاز المركزي النهارده لما اتكلم على نسبة التضخم. يعني إيه مؤشر فرعي؟ قال إن أسعار النقل والمواصلات زادت بنسبة 46% عن شهر يونيو من العام الماضي. نعم. أسعار الرعاية الصحية زادت 14% عن يونيو من العام الماضي. أسعار الحبوب والخبز زادت 17% عن العام الماضي. أسعار الشاي والبن والكاكاو زادت 15% عن العام الماضي. ده معناه إن في حاجات كبيرة بتحصل بالإضافة للي حصل السنة اللي فاتت 30% بتاعت ما بعد تعويض العملة وغيره. بالإضافة برضه الكلام ضيوفك الكريم، في عوامل إضافية جديدة ستزيد نسبة التضخم في الفترة المقبلة. منها مثلا الحصيلة الضريبية المفروضة 160 مليار جنيه الجديدة في الموازنة العامة. دي هتضيف كل الأسعار للمستهلكين بتحصل في هذا المؤشر شمازل الضرائب والرسوم. فبالتالي سترتفع بخدمة الضرائب والرسوم الجديدة المفروض تحصلها في الموازنة الجديدة. فنسبة التضخم ستزداد. نعم، دعني أعود للأستاذ شريف عثمان في واشنطن. برأيك على ماذا اعتمدت الحكومة المصرية في إعلان هذه الأرقام؟ هل يتم ذلك اعتماد على خبراء وعلى مؤسسات مختصة في هذا المجال؟ وأيضا يعني اعتماد على معايير دولية في هذا الموضوع؟ هناك خبراء كثيرون يقولون بأن الأرقام ربما تكون أعلى بكثير. برأيك هل هذه الأرقام دقيقة؟ هل يمكن الوثوق بها؟ يعني اعتقد ان مفيش مجال ان هم يصدروا ارقام خاطئه، لكن واقع الامر قد يكون ان التضخم يرتفع بالتدريج، فلن يحدث كل الارتفاع مره واحده، ولن نلحظ تاثير رفع الدعم او جزء من الدعم في الفتره السابقه ورفع اسعار الوقود والكهرباء في شهر واحد. قد يزيد المعدل في الشهر القادم والشهر الذي يليه. ولاحظ ان التاثير يكون او الاعلان عن الرقم يكون مقارنه بالشهر المماثل من العام الماضي. فالذي ارتفع الى 14.4 هو التضخم السنوي. اذا نحن نقارن اسعار يونيو حزيران الحالي او 2018 بيونيو حزيران 2017، وبالتالي يعني اتصور ان تاثير ارتفاع الاسعار سيظهر في الشهور التاليه الشهر القادم والذي يليه. طيب اعود الى الاستاذ رضا عيسى من مصر. هل توجد أسباب أخرى ربما لهذا التضخم الكبير؟ بمعنى آخر، هل أصابت مصر مثلا في اتخاذ قرار تحرير صرف أو سعر صرف النقد الأجنبي في نوفمبر 2016؟ وأنت تحدثت منذ قليل عن تعويم الجنيه، هل هذه القرارات كانت جميعها صائبة برأيك؟ خلينا نقول أن قرار تعويم الجنيه سبقه فرض او زياده ضريبه القيمه المضافه، وسبقوا في نفس السنه بايام او اسابيع او شهور قليله رفع الدعم جزئيا، فكان عندي على الاقل ثلاث عوامل ترفع الاسعار من البدايه، عشان كده قفز الاسعار ل 30% تضخم 30%. خليني بس بعد اذن حضرتك اعلق على حاجه مهمه. اتفضل. طريقه احتساب نسبه التضخم، احنا عندنا جهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء ينزل تقرير عن نسبة التضخم، وعندنا البنك المركزي ينزل تقرير برضه عن نسبة التضخم، والاثنين فيهم اختلاف نتيجة اختلاف المنهجية. نعم. البنك المركزي على سبيل المثال بيستبعد بعض السلع والخدمات من المؤشر اللي بيشتغل عليه. نعم. بينما الجهاز المركزي للمحاسبات لا يستبعدها. هذا غير المثالية في التعبئة العامة والإحصاء. أما الشيء الخطير والسيء جدا
فهو تناول الإعلام لهذا التقرير. تقرير الجهاز المركزي للتعبير العامة والإحصاء هدفي للغاية. بيتكلم عن زي ما تفضل ضيفك الكريم معدل التضخم مقارنة بالشهر الماضي يعني بمايو 2018 وكمان بالإضافة إلى المقارنة بيونيو 2017 التضخم السنوي. الإعلام بتاعنا بكل أسف بيركز على المقارنة الشهرية ومعروف إن في المقارنات الشهرية نسب التغير بتبقى محدودة نسبيا، أما في المقارنات لفترات أطول بتبقى النسبة أكثر وضوحا وأكثر تعرفها أكثر. المشكلة عندنا في التناول الإعلامي الموجه، فإحنا عايزين نوعي للناس إن برغم إن انتهى المواصلات زاد بنسبة 46% كما يقول جهاز مركز المحاسبات تحصل إن إحنا مش عايزين نتكلم على دي، خلينا نتكلم على نسبة بالمقارنة بمايو اللي فات وفاتوا كده على 31 ولا مدعي انخفاض نسبة التضخم. أستاذ شريف عثمان، برأيك هل تملك الحكومة المصرية أي خطط لمجابهة هذا التضخم المتزايد والمرتفع في ارتفاع في نسب التضخم، وأيضا التحكم في تقليص هذا التضخم أو التحكم فيه على الأقل؟ هل لديها أو تملك من الخطط ومن الأدوات ومن الإمكانيات لتحقيق ذلك؟ يعني اولا لو نظرنا الى خطط الحكومه للتعامل مع التضخم فيما يخص تخفيف العبء على المواطنين، فكان يفترض ان توجه بعض المبالغ يعني عن طريق برنامج تكافل وكرامه وغيرها. صندوق النقد يفرض على الحكومه انها تدعم المواطنين نقديا بحوالي 80 مليار جنيه، لم يحدث دعم بهذا المبلغ، واعتقد ان ضغط فوائد الديون الكبيره على الموازنه المصريه منعت توجيه مثل هذه الأموال للمواطنين، وبالتالي يعني في ظلم هنا وقع على المواطنين. أما فيما يخص تعامل الحكومة مع التضخم من أجل تخفيضه، فهو الحكومة دأبت على رفع معدلات الفائدة على الجنيه المصري كلما واجهها التضخم مرتفع، ويعني هم ادعوا ان ده كان السبب في خفض التضخم بعد ان وصل الى 35% العام الماضي، ويعني اعتقد ان هذا الادعاء غير صحيح، حيث ان الانخفاض كان بسبب مرور عام على سنه الاساس، وبالتالي يعني كان نتيجه طبيعيه ما لهاش دعوه برفع معدلات الفائده. المشكله الاساسيه بقى في هذا الوضع ان علاج الحكومه دائما ينصب على اعراض المرض، أعراض المرض الممثلة في أرقام التضخم اللي هي نتيجة لارتفاع الأسعار، ده عرض للمرض الأساسي. أما المرض الأساسي فهو ضعف الإنتاج، زيادة الاستيراد، ارتفاع تكلفة الواردات بعد ارتفاع قيمة الدولار، كل دي أشياء تزيد من ارتفاع الأسعار وتزيد من إحساس المواطن بالتضخم، ويجب التدخل هنا لعلاج المرض حتى يعني تزداد قيمة الجنيه مرة أخرى، وده لن يحدث أبدا إلا بتخفيض العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات حتى يرتد للجنيه بعض قيمته، وبالتالي يشعر المواطن بتحسن في مستوى معيشته. أعود إليك أستاذ رضا عيسى، هل ما تفضل به ضيفنا من واشنطن قادر على التحقيق اليوم في مصر؟ هل قادرة مصر اليوم على الزيادة في نسب الإنتاجية وعلى ربما تطبيق طلبات صندوق النقد الدولي بالطريقة التي أراد هو طلب التخفيض ربما في نسبة الدعم، ولكن أيضا طلب توجيه العديد أو نسبة كبيرة من الأموال لتخفيف الضغط على المواطنين؟ الحكومة المصرية لم تفعل هذا. الحقيقه ان قرارات الحكومه دخلت مفروض مرفوض، يعني كل الاسباب اللي انا قلتها من شويه عن اسباب ارتفاع الاسعار او نزول التضخم هي في واقع الامر كلها تصب في ارتفاع تكلفه الانتاج. احنا الانتاج ارتفع تكلفته على المنتجين وعلى المستورد على كله، فبالتالي اصبح الموضوع مش معادله ماليه. لما نزود سعر الفايده على الجنيه المصري عشان نسحب فيها من السوق، انت كاني بتكلم على مريض عنده الكلى بس حضرتك الدكتور بيديه دواء خاص بضغط العين. انت زودت التكلفه على المنتجين اصلا ببساطه شديده، تزود ضريبه القيمه المضافه وتشيل دعم وتزود تعاون عمله، كل دول مع بعض ده بالتاكيد زود التكلفه الانتاجيه. هتنافس ازاي في ظل هذا الموضوع؟ طب القوه الشرائيه للمستهلك
تشتري اكتر، انت عايز تشتري، عايز تنتج اكتر، وعايز المشاركين يشتروا اكتر. هيشتري ازاي؟ ده كان معايا 1000 جنيه صباح الصبح لقيته بيساوي 600 جنيه، والصبح اللي بعديها لقيته بيساوي 500 جنيه و40 جنيه، وما فيش اي علاج. يعني الكلام المسكنات اللي عملناها كعلاج في الكرامه و الكلام ده، وحتى زياده الاعفاء الضريبي بقيمه 1000 جنيه سنويا او اقل من كده، بما يعني تقريبا 100 جنيه تقريبا ضرائب الدولة استغنت عنها الموظفين في على مدى سنة 100 جنيه في السنة. كل هذا الكلام لن يعوض شيء. قيمة مدخرات المصريين انخفضت بنسبة ضخمة للغاية ولا زالت مستمرة في الانخفاض. احنا عندنا مشكلة مثلا قاعدة عرض المشكلة وزي ما طلع نتيجة سياسات الحكومة، ان انا عندي قانون خدمة مدنية بطلع من الحكومة المصرية وبالاتفاق مع البنك الدولي، قال ان نسبة زيادة المرتبات كل سنة لا تتجاوز 7% في الحكومة الستة مليون موظف، وحاول تجلس ان 7% بعد حرب عنيفة في مجلس النواب بيبيعوا من 5 إلى 7، ده من 5 إلى 7 حتى مع ادعاءات الاعلام المعارضة من التضخم 14%، مش 14 زائد 30 سنة كده، انت بتبيع نص متعوض فقط عن نص تضخم زي في الاسعار، يعني في اخر ايام مرتبي انخفض. الحل في تقديري كبير قوي، قرارات الحكومه بتتاخد بطريقه موظفين بيتكلموا بسرعه، ومفيش ربط اجر بنسبه التضخم. ده حاجة مهمة لغاية يجب أن نلتفت إليها. نعم، وربما أيضا الأزمة، هذه الأزمة الاقتصادية، هي ليست فقط أزمة سياسات ولكن أيضا أزمة إمكانيات أيضا للحكومة المصرية. أشكرك جزيل الشكر رضا عيسى الباحث الاقتصادي من الإسكندرية، وأشكر أيضا شريف عثمان الخبير المصرفي والاقتصادي كان معنا من واشنطن. وقبل أن نختم حلقتنا مشاهدينا، نترككم مع تقرير عن ندوة حزب العيش والحرية حول القرارات الاقتصادية الأخيرة وأيضا البدائل المتاحة لهذه الإجراءات. دمتم في حفظ الله. المسألة أصبحت قاتلة بالنسبة للفقراء، وآخر شيء أنه قطاعات من الفقراء ما بقوش قادرين يأكلوا الأكل اللي ممكن يشتريه من الأماكن الطبيعية بتاعته، فبقى في سوق للزبالة، زبالة المصانع بتاعت الجبن، الناس مش قادرة تشتري الجبنة، وأنا مش بتكلم على اللحمة، أنا بتكلم على الجبنة، فبتشتري زبالة المصانع اللي بتشتغل في منتجات الأجبان أو مصنعات داخل فيها الأجبان، مش قادرة تاكل حاجة حلوة، فبتاخد بواقي الأكل بتاع اللي موجود في الفنادق أو المحلات اللي الناس فيه بتاكل جزء من قطعة الحلوى وتحط الباقي، فده وصل بالمصريين انهم بياكلوا زبالة. هذه نتائج قرارات الحكومة. لا يمكن يحصل استثمار في جو الاحتكار اللي موجود، ولا يمكن يحصل استثمار في بلد مش مؤسسة في دولة القانون بالشكل المطلوب، ومش ممكن يحصل استثمار في بلد ما فيهوش إنسان. الإنسان ما أنت مش عامل استثمار للإنسان. السياسات الاقتصادية اللي اتخذت في الفترة الأخيرة بتحمل الطبقة العاملة والفلاحين والطبقات الشعبية أعباء الأزمة الاقتصادية، وبتنقل أعباء الأزمة من رجال الأعمال وكبار المستثمرين إلى الطبقات الفقيرة، وبالتالي الطبقات الفقيرة هي المضارة الوحيدة من هذه السياسات، والحكومة مصرة على استمرار نفس السياسات اللي أثبتت التجربة فشلها، سواء التنمية بالاعتماد على القطاع الخاص أو اقتصاد السوق المفتوح أو اطلاق حريات السوق. كل دي سياسات، وهي سياسات الاعفاءات الضريبية والجمركية، كل دي سياسات ثبت فشلها، ورغم كده الحكومة مستمرة فيها. هل في بدائل؟ اكيد في بدائل، في بدائل لعلاج عجز الموازنة ولعلاج ازمة المديونية بتوفير ايرادات ضريبية حقيقية، وعودة الاعتبار لقطاعات الانتاج السلعي في الزراعة والصناعة، وعدم الاعتماد على التنمية العقارية فقط او التنمية بالبترول والغاز. رفع الدعم العمومي بهذا الشكل عن كل القطاعات ما هوش افضل حل ممكن يتعمل، لانه ده بيأثر على قطاعات كبيرة جدا من الناس.
الأولى نبص على القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة والأولى ما نحرمش الناس اللي بتستهلك بشكل ضعيف أو اللي بتستهلك أو الطبقات الأفقر ما نحرمهاش من ده يعني ما نحرمهاش من الدعم لأن الحقيقة ده دور المفروض الدولة تكون بتعمله ناحية الطبقات الأفقر يعني على جانب الإيرادات طبعا في سياسات كتير الدولة ما بتقومش بيها أهمها السياسة الضريبية العادلة لما نكون بنقول إنه 52% من الإيرادات الضريبية حسب آخر تقرير لوزارة المالية هي من ضريبة القيمة المضافة فدي مش سياسة عادلة لما الدولة تهمل الضرائب التصاعدية على الدخل وعلى الأرباح وتهمل التحصيل الكفء على ضرائب الأرباح يعني وتهمل ضرائب على الضرائب التصاعدية على العقار أو ضرائب الأرباح الرأسمالية كل ده بيقول إنه حتى على جانب الإيرادات الناس بتتحمل الجانب الأكبر من سياسات الإصلاح الاقتصادي زي ما بتتسمع دعم التخفيض دعم المنتجات الدولية دايما بيتقال أو بيتقال من يتقدم على إنه أحد وسائل تخفيض عجز الموازنة وفي عاجز وده بيخليها تستجيب ووصلت لدرجة غير مأمونة وكلنا شايفين في الموازنة الجديدة ان رقم الفوائد اللي على الديون ضعف رقم الهبوط بتاع الموظفين هو كلهم يعني الدراما حصلت ضعف بالظبط وبالتالي طبعا شيء خطر جدا انه دولة تفضل طول الوقت زي حد قاعد يصرف اكثر من امكانياته ويستلف يعني لازم حد